مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام وفي حلقة جديدة من برنامج ليش. سؤالنا اليوم في حلقة ليش بتعلق في التصوير الطبقي أو جهاز التصوير الطبقي في مستشفى الدكتور الشهيد ثابت ثابت المستشفى الحكومي. بطبيعة الحال المواطنين دائما كانوا بالتواصل معنا يطالبون بوجود جهاز التصوير الطبقي في المستشفى الحكومي، إلا أنه اليوم سؤالنا في هالحلقة ليش لحد اللحظة مستشفى الدكتور الشهيد ثابت ثابت الحكومي ما موجود عنده تصوير طبقي بالقدر اللي يقدر يخدم المواطنين في محافظة طول كريم. ليش المواطن مضطر في حال انه بده يتصور صورة طبقية للذهاب الى مستشفيات اخرى في الوطن والحصول على هذه الصورة؟ خليكم معنا نشوف الإجابة ونشوف الصور. هناك بعض النواقص في هذا المستشفى على رأس جهاز التصوير الطبقي، وهذا الجهاز تم طلبه من أكثر من جهة، وفي الفترة الأخيرة تم الموافقة على تبرع من الحكومة اليابانية بمجموعة أجهزة قيمتها حوالي 2.6 مليون دولار، وعلى رأس جهاز السيتي سكان. بعد الاتصال بالشركة الموردة تبين أن هناك توريد لهذا الجهاز سيتم في نهاية شهر 1 وبداية شهر 2 بإذن تعالى، أنه نعمل على توفيره في تلك الفترة إذا لم يكن بفترة أقرب. مع العلم أنه كان يوجد جهاز تصوير طبقي في مستشفى الشهيد ثابت ثابت في سنة 2012 حتى بداية 2013، حيث تعطل الجهاز منذ ذلك التاريخ، ونحن نطالب بجهاز حديث. والآن وقد حصلنا على الموافقة ليس فقط للجهاز سيتي سكان، وإنما لمجموعة ضخمة من الأجهزة، ومن ضمنها كان المنظار الجراحي وعدة أجهزة أخرى بحاجة لها المستشفى تم توريدها بالكامل. وأعتقد أنكم كما يعرف الجميع أن جهاز المنظار الجراحي قد تم العمل به وتم إجراء مجموعة كبيرة من العمليات وما زلنا نعمل عليه. جهاز التصوير الطبقي، وأمامكم اتصلنا بشركة الموردة وبمهندس صياني لؤي عليان اللي أفادنا أنه بالقريب العاجل بإذن تعالى سيتم إرسال المهندس رئيس قسم الهندسة والصيانة المركزية في وزارة الصحة لمعاينة الأجهزة واستقبالها بتاريخ 15/1، ومن ثم تركيبه في مستشفى الشهيد ثابت ثابت. هذا الجهاز تم التأخير في إرساله لسبب بسيط، حيث أن العطاء رسي على شركة معينة في الوطن، وهذه الشركة أضافت مواصفات حديثة لهذا الجهاز، فكان من الواجب استشارة المستشار القانوني في وزارة المالية لتبيان مدى قانونية هذا العمل، على الرغم من أن الجهاز الذي سيأتي هو أفضل من الجهاز الذي تم طلبه، ويقوم بعدة ويحتوي على عدة مواصفات أكثر من الجهاز السابق.